وللعرش كنوز يا عباد الله. فمن ذلك خواتيم سورة البقرة، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع من حديث أبي ذر أنه قال: أعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي، وهي قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر السورة. آيتان لا ينبغي لمسلم إلا أن يحفظهما ويحفظهما أولاده ولا يفتر عن قراءتهما ليل نهار. ومن كنوز العرش قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثبت في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني من حديث أبي ذر قال رضي الله عنه: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. ومن الكنوز أيضا الشهود للعبد يوم القيامة، التسبيح والتحميد والتهليل. أخرج ابن ماجه وصححه الألباني من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد، ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها: أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به؟ تحب أن يذكر اسمك عند الله أكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس.